ونتحول الآن إلى أخبار الطقس مع الزميلة مروة. أهلا يا مروة. مساء الخير نور. مساء النور، تفضل. أطيب الأوقات مشاهدينا، وأهلا بكم في النشرة الجوية لهذه الساعة. بعض التوقعات الخاصة بالسعودية سأبدأ مع حيث توقعت الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة من استمرار نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، ما يحد من مدى الرؤية الأفقية على شرق وأجزاء من وسط المملكة وتمتد حتى جنوب المملكة. كما توقعت الرئاسة تكون سحب أركامية على المرتفعات الجنوبية الغربية والغربية منها أيضا، وتمتد وتؤثر على منطقة المدينة المنورة. وستكون سرعة الرياح السطحية ما بين 15 إلى 35 كيلومترا في الساعة. بالانتقال إلى حركة الغبار، نشاهدها على الخارطة الخاصة بصور الأقمار الاصطناعية. نلاحظ هناك نشاط لهذه الرياح السطحية المثيرة للغبار والأتربة باللون الأصفر على المناطق الشرقية، وكذلك الحال على المناطق الغربية من السعودية المطلة على البحر الأحمر، وتأثيرات لها على المناطق الجنوبية الغربية، يعني على مرتفعات عسير وجازان والباحة، وأيضا لها تأثيرات على المناطق الجنوبية من شبه الجزيرة العربية، سواء كانت سلطنة عمان وأيضا المناطق الشمالية من اليمن خلال الساعات القادمة، ولها تأثيرات أيضا على المناطق الجنوبية من العراق، وتمتد لتطال الكويت بشكل عام خلال اليومين المقبلين. نتحول الآن مشاهدين إلى درجات الحرارة خلال الساعات النهارية غدا في المناطق السعودية. مستويات أربعينية بداية من المناطق الشرقية، وكذلك الحال على المناطق الوسطى 42 درجة مئوية في الرياض، وأجواء مشمسة. مشاهدينا، وصلنا إلى الختام، شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.